اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية أولى ورشه التدريبية مهارات التحليل السياسي التي انطلقت ضمن فعاليات برنامج مهارات سياسية المخصص لموظفي القطاع الحكومي والتي أقيمت عن بعد لموظفي إدارات المؤسسات الحكومية ذات الصلة. برنامج تدريبي متكامل أطلقه معهد البحرين للتنمية السياسية لعدد من موظفي القطاع الحكومي يهدف إلى تنمية قدراتهم الفنية والبحثية في المجال السياسي والدستوري، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في أساليب العمل السياسي بما يتماشى مع التطورات المحلية والعربية والدولية. تميز هذا البرنامج في رأيي أنه خرج عن الإطار التقليدي من المحاضرات التي تكون أونلاين من طرف واحد، طرف واحد يتحدث وطرف آخر يستمع أو طرف آخر يتحدث وطرف آخر يسأل، فخرجنا عن هذا الأمر. وكان التحدي الرئيسي والإنجاز الرئيسي في رأيي أننا استطعنا أن نكسر حاجز الصمت من جانب المتلقي ليتلقى ليشارك معنا بآرائه وأفكاره ومساهماته ويعرض ما قام بإنجازه من تدريبات أو من رؤى وأفكار. أكثر من 60 موظفا من مختلف المؤسسات الحكومية تفاعلوا بشكل لافت مع موضوع الورشة والذي ركز على عدد من النقاط المتعلقة بالتحليل السياسي. أهم صفة من صفات التحليل وهي الوصف والتفسير والتنبؤ والتخطيط. تعلمنا أو نحاول أن نتلاقى مع المشاركين في مجموعة من المهارات الخاصة بدراسة أثر البيئة والمناخ والسكان على الفكر السياسي للمجتمعات البشرية. سوف نتعلم منهم كيف نطبق ذلك على سياسة مملكة البحرين، وكيف نخطط للسياسة الداخلية والخارجية لمملكة البحرين، وكيف نتنبأ باتجاهاتها حتى نكون فاعلين سياسيين أو بمعنى أدق مساعدين متميزين وأكفاء لصانع القرار الذي في النهاية هو مبلور للسياسات التي تعرض على متخذ القرار الأعلى في مملكة البحرين. وتضمنت الورشة أيضا نقاشات عامة مع المشاركين حول النقاط التي قدمها المحاضر في الورشة وآلية التحليل السياسي مما يتناسب مع المتغيرات العالمية في هذا المجال. نقاشات مستفيضة دارت بين المحاضر والمشاركين بعد الاطلاع على عدد من القضايا السياسية العالمية وتحليلها وفق الأسس العلمية التي قدمها المحاضر ضمن النقاط الرئيسية للورشة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.